السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا دكتورة، صباح الخير يا جماعة، أخباركم إيه؟ الله يسعد صباحك. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نبتدي محاضرتنا معانا ربع الاقدام، بيان، منان، داش، ميامين. معايا يا شباب؟ الله يعافيك يا حبيبتي. إكرام. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك. وزين ومحمد إبراهيم. نعم، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك يا رب. أنا إكرام موجودة. ماشي حبيبتي، دايما يا رب. صباح الخير دكتورة. صباح النور. ومحمد فلاح. موجود دكتورة، موجود. وورد. موجود دكتورة. ماشي وماشي يا ورد. وساجدة. وأسمى الشاعر. نعم دكتورة. ماشي. طيب خلينا نبتدي المحاضرة وبعدين نبقى دكتورة. أنا ساجدة موجودة. قلتي حبيبتي اسمي. خلينا برضو هنبقى مزيد من التأكيد. دكتورة فقط. أنا منيرة موجودة. منيرة طبعا. منيرة دكتورة موجودة. أنا بيان موجودة. وبيان قلت والله. قلت بيان في البداية. خلينا إن شاء الله آخر السيشن نشوف المراجعة أخرى لقائمة البارتيسيبانت. طيب بسم الله تدي ما نكمل موضوعنا، نفتكر مع بعض. تناقشنا في التالي، تكلمنا عن مفهوم الهيلث لدى البابليك ولدى البروفيشنال. نفتكر كده قلنا الباك جراوند اباوت هيلث لدى البابليك متمثل فيه، كان في وجهتين نظر او في اكتر من راي. ايه هما؟ قلنا ان في جزء من عامة الناس مفهوم الهيلث بالنسبة له بتعني إيه؟ الاسترينث، مش كده؟ تفضلي. أنا عايزة مشاركة منكم يا جماعة عشان أبتدي أحفظ الأسماء. تفضلي. دكتورة، في ناس بتعتبر إنه الصحة يعني إنه ما يكون مريض. تمام. وفي ناس بتعتبر إنه الصحة ما يكون عليه ضغط نفسي و طيب، في شق أو في جزء من عامة الناس مفهوم الصحة بالنسبة لها بتعني الاسترينث والروباستنس والقدرة على to fight illness and cope with stress and fatigue. ده طريقة التفكير أو نمط من الناس. نمط آخر تفسير الهيلث بالنسبة له هي على إنها مرتبطة بالحالة المزاجية والمشاعر اللي بيمر بيها والوصول لحالة الاتزان والتوازن. معنى الصحة إن الشخص لديه المقدرة على أن يصل لحالة من البالانس، بالإضافة أنه مرتبطة بالحالة الشعورية أو بالحالة المزاجية اللي بيمر بيها. وده
لدى الببليك. اما لدى البروفيشنال فمفهوم الهيلث هو انه بالشكل الموضوعي طبعا وليس بالشكل الذاتي، معناه ان فريدم فروم ميديكالي ديفايند ديزيز اند ديسابيليتي، معناها خلو الشخص من اي مرض او مشكله صحيه او اي اعاقه اخرى. طيب اتكلمنا طبعا عن الديفينيشن اوف هيلث اللي صدر عن ال WHO سنة 1947 متمثل في إيه بقى؟ عايز أسمع صوتكم يا جماعة، أديكم فرصة في الأول بنعمل ريفيجن وورم أب كده سريع. يلا يا شباب. دكتورة بيقطع الصوت عن مني أنا؟ يا ريت تعيد السؤال. تعريف الهيلث الصادر عن ال WHO سنة 1947، تعريف منظمة الصحة العالمية ل مفهوم الهيلث ايه هو؟ مين صوتي وصل له صح؟ WHO stated ان الهيلث على انها state of complete physical mental social well-being not merely absence of disease or infirmity. مش ده كان الديفينيشن اللي صدر عن منظمة الصحة العالمية في منتصف القرن الماضي تقريبا، وبعدين اتفقنا انه صحة الانسان لا تتمثل في جانب واحد فقط، بل هي بالشكل الهوليستيك تتمثل في اكتر من دايمنشن. يبقى مفهوم الصحة هو مالتي دايمنشنال. يعني ايه مالتي دايمنشنال؟ يعني يتمثل في الجانب الفيزيكال السايكولوجيكال والجانب السوشيال. تمام؟ الشخص المفهوم الهيلث هو مفهوم دايناميك. يعني ايه مفهوم دايناميك دكتور؟ يعني متحرك، يعني متغير. بمعنى انه الشخص النهارده او في فتره زمنيه معينه ما بيشتكيش من حاجه، بس في وقت تاني ممكن تبقى عنده مشكله تؤرقه في الجانب الفيزيكال، وقت اخر مشكله اخرى او عارض في الجانب السايكولوجيكال، في وقت لاحق في الجانب السوشيال، وهكذا. محدش بيفضل طول الوقت وهو ايه اموره في كل هذه الجوانب تمام. اوكي طيب، يبقى اذا مفهوم الهيلث بالشكل الهوليستيك او المالتي دايمنشنال ودايناميك، حاله متغيره ليست حاله ستاتيك، مش وضع ثابت او وضع مستقر، لا حاله متغيره، بالاضافه ان صحه الانسان تتمثل في اكتر من بعد او اكتر من جانب. الشخص بيصل لحالة من أو بيعاني أو لا يعاني من أي مشكلة في الجوانب المختلفة، حينما يصل لحالة من الأدابتيشن أو نتاج وصوله لحالة من الأدابتيشن to his or her environment. يبقى إحنا تبقى أمورنا تمام نتيجة حالة التأقلم اللي بنصل إليها مع متغيرات اللي بنتعرض لها في البيئة اللي إحنا عايشين فيها. طيب احنا ربطنا الادابتيشن بمفهوم التأقلم بمفهوم الكوبينج. اللي بيصل الادابتيشن ده يبقى اتبع اي نمط من الكوبينج، البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ البوزيتيف دكتور. البوزيتيف طبعا. اما اللي بيتبع النمط النيجاتيف، نيجاتيف كوبينج، بيتكيف مع متغيرات البيئه او الضغوط اللي بيتعرض لها من حوله بالشكل السلبي، بيصل لحاله من المال adaptation. يبقى اذا احنا طول الوقت بنتعرض لستريسورز مختلفه، لضغوط او ضغوطات مختلفه بتدخلنا في حاله من الاستريس، كردة فعل او كريسبونس لازم يكون في نوع من التكيف. بالنسبه للناس اللي بتتكيف بالشكل الايجابي بتصل لحاله من الادابتيشن، وده بينعكس على صحتها في الجوانب المختلفه. بالنسبه للناس اللي بتتبع او الاشخاص اللي بتتبع النيجاتيف كوبينج بتصل لحاله من المال ادابتيشن، وده ايضا بينعكس على صحتها بالشكل السلبي. طيب عرفنا بقى الدايمنشن المختلفه للهيلث. عندي الجانب الفيزيكال اللي هو عباره عن ايه هي الفيزيكال هيلث؟ انه يكون خلو امراض انه جسديا، بتكون ما بيعاني من اي الم او وجع. هو ما عنده مشكله صحيه اورجانيك، يعني او مشكله اورجانيك، مش كده؟ يعني بمعنى اخر انه في ميكانيستك فانكشن اوف ذا بودي، او الفيزيكال هيلث كونسيرند ويز ميكانيستك فانكشن اوف ذا بودي. بمعنى اخر ان كل سيستم بالاورجانس اللي متضمنه
لهذا السيستم بتشتغل بالشكل السليم، تمام؟ مفيش مشكلة في أداء كل أورجان أو كل بادي سيستم لوظائفه المنوط بيها، تمام؟ يبقى هنا الفيزيكال هيلث concerned with mechanistic function of the body، معني بالأداء الوظيفي للأعضاء والأجهزة المختلفة من جسم الإنسان، بتؤدي وظيفتها فبالتالي بالشكل السليم، فبالتالي ده معناه إن الشخص لا يعاني من مرض عضوي، مرض عضوي معين. طيب المنتال هيلث، الصحة النفسية إيه هي؟ it means ability to think clearly and coherent، بتعكس قدرة الفرد على أن يفكر بإيه؟ يفكر بمنطقية، يفكر بوضوح، ونتاج تفكيره، نتاج عملية التفكير اللي بينعكس من خلال الكلام بيكون coherent. يعني إيه coherent؟ منطقي، مفهوم. معنى كلمة coherent يعني مفهوم. طيب يبقى إذن هنا الصحة النفسية بتعكس قدرة الفرد أو الشخص على أنه يفكر بمنطقية وواقعية، وبالتالي نتاج عملية التفكير اللي بينعكس من خلال الكلام بيكون مفهوم، فبالتالي هيقدر الشخص يتواصل مع الآخرين، يبقى عنده القدرة على أنه يعمل communication ومن ثم relationship with others. طيب ده المنتال هيلث. الإيموشنال هيلث إيه هي بقى؟ الصحة الانفعالية، صحة العاطفية أو العاطفية، انفعالية يا عاطفية، إيه هي معناها إيه؟ أو بتركز recognized بتعكس it means the ability of someone to recognize the emotions، بتعكس قدرة الفرد على إنه إيه؟ يتعرف على أو يبقى عارف ومستدل على المشاعر المختلفة اللي بيمر بيها طبقا للمواقف اللي بيتعايش فيها، تمام؟ إحنا طبيعي خالص كل موقف بنعيشه بيبقى في حاجة اسمها associated emotion. associated emotion يعني إيه؟ يعني مشاعر أو انفعالات مصاحبة لهذا الموقف، فبتختلف مشاعرنا بين رد... نعم رد فعل معين، أو بتختلف مشاعرنا بيكون في رد فعل معين للموقف، بيبقى في استجابة، تمام، بيبقى في استجابة، بتختلف استجابتنا أو ردود أفعالنا أو مشاعرنا باختلاف المواقف اللي احنا بنعيش فيها، فبتتبين هذه المشاعر من حالة من الفيرز، الجوي، الخوف، السعادة، الجريف، الحزن، أنجر، حالة الغضب، وهكذا. يبقى هنا emotional health هي reflect أو it means the ability of someone to recognize الايموشنز، مش بس ان يتعرف على مشاعره ويبقى عارف هو ايه الحاله اللي بيمر بيها في وقت معين، لا، بالاضافه لذلك ان يقدر express such emotions appropriately، ان يقدر يعبر عن هذه المشاعر بالشكل المناسب في الوقت المناسب. وبتعني ايضا الايموشنال هيلث قدره الشخص على يتكيف كوب ويز ستريس، يتكيف مع الضغوط المختلفه، الدبريشن والفراستريشن، حاله الاكتئاب او الاحباط، الانزايتي، القلق، التنشن، الشد او التوتر. ده بالنسبه لي الايموشنال هيلث. في عندي السوشيال هيلث، ايه هي بقى الصحه الاجتماعيه؟ عايزه مشاركاتكم الكلام ده ازاي، اتفضل، بس اللي يقول لي اسمه، لان انا فاتحه على السلايدات مش شايفه القائمه. قدره ان يكون علاقه، المقدره على انه يكون علاقه، تفاعل مع المحيط، تمام، في البيئه المحيطه او مع الناس اللي حواليه. يبقى it means the ability of someone to establish and maintain the relationship with others، تمام. الاسبريشوال هيلث معناها ايه؟ اللي هي الصحه الروحيه او الروحانيه. انا اتفضل. صباح الخير مجد، انا صباح النور، اتفضل. It means connection with religions, beliefs, values and practice، يعني بتعني انه اتصال بين ديانات معينه والمعتقدات والقيم، ويعني انه القيم الدينيه والممارسات الدينيه، تمام، بتعني ارتباط الشخص أو اعتناقه واعتقاده بدين معين أو بمعتقد ديني بينتمي إليه، ويمارس الشعائر والطقوس والممارسات اللي هي مرتبطة بهذا الدين، تمام.
احنا دايما حتى في مقوله بنقول لا حياه لمن لا دين له، مش كده؟ فاي حد بيؤمن بدين معين لازم في فرائض، في طقوس، في شعائر بيمارسها. طيب هنا النقطه الجديده هنتكلم عنها، ايه هي الفاكتورز افكتنج انديفيديوال هيلث او ديتيرمينانت اوف هيلث، اللي هي ايه؟ تحديدات الصحه. ايه هي العوامل او ايه هي الاشياء اللي بتاثر على صحه الفرد من منظوركم؟ صحه الانسان بتتاثر بايه؟ ايه العوامل اللي ليها تاثير على صحه الشخص او الانسان؟ ايه ممكن حسب الظروف او البيئه اللي بيعيش فيها. البيئه اللي هي طبيعي ليها، البيئه ليها تاثير. ايه كمان؟ والعوامل او الظروف المختلفه ليها تاثير. ايه كمان؟ مستوى التعليم. تمام دكتورة لو سمحتي. تفضل. دكتورة أنا أسمع. دكتورة صحة الإنسان يعني بيحددها عدة عوامل مجتمعة مع بعض. مثل بيئة الشخص. مثل مكان يعني تعرضه لعدة ضغوطات، مكان عايشه. تمام. يبقى بيئة بمجتمع. نوعية الطعام اللي بتناوله، يعني في شغلات كثير بتحدد صحته. طيب يعني نقدر نقول نصنف العوامل دي اجمالا لعوامل موديفايد وعوامل نون موديفايد، يعني عوامل قبل ان احنا نعدل عليها او نحدث تغيير عليها، تمام، وعوامل ما لناش دخل فيها، ما نقدرش نتدخل فيها. طيب ايه هي العوامل؟ بعدين نبتدي نتكلم بالتفاصيل. Many factors combine together to affect the health of individuals and the community. يعني عندنا عدة عوامل أو عدة أسباب ليها تأثير على صحة الفرد أو الأفراد ومن ثم المجتمع. Whether people are healthy or not is determined by their circumstances. طبعاً في عندي ظروف مختلفة and environment، والبيئة اللي عايش فيها الإنسان. To large extent factors such as where we live. إحنا عايشين، شكل البيئة اللي إحنا عايشين فيها إيه؟ تمام؟ State of our environment، حالة البيئة. هنا لما بنتكلم عن البيئة بالأخص الجانب الفيزيكال أسبكت، إحنا بنتكلم عن البيئة اللي إحنا عايشين فيها، مش بس كسكن، مش كبيت، لا، ده البيت اللي أنا ساكنة فيه، الطريق، الشارع والطرق اللي أنا بستخدمها عشان أتنقل من مكان، من مكان سكني لمكان عملي أو أي مشوار أنا بعمله، والمقصود كمان بالبيئة بيئة العمل اللي أنا شغالة فيها. يبقى إحنا هنا بنقصد بالبيئة مش النظرة الضيقة اللي هي بتقتصر على مكان سكننا بس، لا، البيئة إجمالاً، أي مكان إحنا متواجدين فيه. المقصود هنا بالبيئة أي مكان أو مجال إحنا متواجدين فيه، هو صحي ولا لا؟ تمام؟ الجانب الجيني، genetic factor، income، الجانب المادي أو الدخل المادي والجانب الاقتصادي يعني، تمام؟ and educational level، مستوى التعليم اللي بينعكس على سلوك الفرد. relationship، علاقتنا سواء كانت في محيط زمالة، صداقة، أسرة، relationship with friend and family. All have considerable impact on health. كل هذه العوامل ليها تأثير مباشر على صحة الفرد. Whereas more commonly considered factors such as، بالإضافة كمان للعوامل اللي بتأثر على صحة الفرد ومن ثم المجتمع، مدى توافر الخدمات الصحية، access and use of health care services، مدى توافر الخدمات الصحية وإمكانية وصول الفرد ليها، أيضا ليها تأثير على صحة الشخص. يعني في أماكن أو الخدمة الصحية متوفرة، والأماكن اللي بتقدم لي الخدمة الصحية دي أنا ممكن أوصل لها، ولا في صعوبة أو مشقة للوصول لهذه الأماكن ومن ثم الحصول على الخدمة الصحية اللي بتقدم هناك. أي سؤال أو استفسار؟ تمام دكتور.
أنا بتنقل سلايد تاني، النت بطيء جدا. الفاكتور زي ما احنا اتفقنا المتمثلة في البيئة. معايا يا شباب سامعيني؟ الفاكتورز هنبتدي نتكلم عنها بالتفاصيل. هنا البيئة المقصود بها الجانب او بتتمثل فيها الجانب السوشيال الايكونوميك من العوامل، الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي او المادي، الدخل المادي. خلينا نتكلم بعقلانية، الدخل المادي له علاقة بصحة الفرد، له علاقة بصحة الفرد. طبعا يعني مدى توافر المادة بيمكننا أكيد بالطبع من تلبية احتياجاتنا الأساسية، من توفير مسكن آدمي، من توفير مسكن بيتمثل فيه أو بيتوفر فيه كل المقومات المطلوبة، من مساحة مناسبة لعدد أفراد الأسرة، من إضاءة مطلوبة مناسبة، من تهوية، من مياه شرب صالحة أو مياه صالحة للشرب، وهكذا. يعني في معلش عفوا بنلاقي إن في ناس ظروفها المادية طاحنة، فالمكان اللي عايشين فيه ممكن يبقى في وسط مش مناسب، المساحة مش مناسبة لعدد أفراد الأسرة. يعني الجانب المادي بيتداخل في كل شيء، احنا ما نقدرش ان احنا نلبي احتياجاتنا الا بتوافر المادة. في حال ان يكون في قصور او عدم المقدرة على تلبية احتياجاتنا، ده طبعا ناتج او راجع للجانب المادي او ضعف في الجانب المادي. الفيزيكال انفايرمنت، البيرسونز انديفيديوال كاركترستيك اند بيهيفير، عامل اخر بالاضافة للبيئة او بالاضافة للعامل الاقتصادي او الدخل المادي، عامل اخر هو خصائص الفرد، سلوكيات الفرد. تمام، سلوكياتنا شكلها ايه؟ سلوكياتنا دي عبارة عن ايه؟ تصرفاتنا. يعني احنا دلوقتي مع بداية موضوع كورونا كان كل التركيز على الاجراءات ايه؟ التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية وغسل الايد، صح كده؟ نعم دكتورة. صح؟ طيب مش معلش يعني مش عيب ان احنا نبقى في مننا ناس للأسف مش عارفة ازاي تغسل ايديها صح؟ بقت الدليل الإرشاد والأدلة، ها والأدلة اللي بنشوفها في الإعلانات بتوعي الناس إزاي تغسل إيديها صح. المفروض إن ده شيء إيه؟ شيء بديهي، أوكي؟ فإذا هنا سلوكيات الفرد ليها تأثير على صحته، ليها تأثير على صحته. من السلوكيات دي إيه؟ الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الملبس، الاهتمام بنظافة الأكل اللي إحنا بناكله، تمام؟ الاهتمام بفكرة الرياضة والتريض بشكل منتظم، الاهتمام بفكرة البعد عن التدخين، ازاي يبقى اللايف ستايل بتاعنا يبقى مناسب من حيث احنا بناكل ايه وعدد وجباتنا شكلها ايه، وجباتنا دي متوزعة ازاي، بننام امتى، بنصحى امتى. مش دي كلها سلوكيات؟ مفهوم. دي كلها سلوكيات. يبقى سلوكيات الفرد ليها سمات الفرد وسلوكياته ليها تأثير على صحته ولا لأ؟ طيب ايه الجانب الآخر؟ الانكم. على فكرة انا نسيت اسألكم، السكرين ظهر لكم كده؟ السكرين واضحة. الانكم والسوشيال ستيتس زي ما اتفقنا، الدخل المادي والحالة الاجتماعية، هاير انكم اند سوشيال لينك تو بيتر هيلث. كل ما الشخص بالدخل المادي بالنسبة له يكون جيد، بالإضافة أنه بينتمي لمستوى اجتماعي أو وسط اجتماعي مناسب، ده بيبقى مرتبط أو هناك صحة أفضل. صح، تمام. أنا عايزة أقول لكم، كان زمان في فترة معينة كان في المستويات الاجتماعية كان معروف في كلاسيفيكيشن معينه للسوشيال ستيتس، ان في طبقه اجتماعيه عليا وفي طبقه اجتماعيه متوسطه وفي طبقه اجتماعيه بسيطه، بلاش نقول دنيا يعني بسيطه. كان كده تقسيمه البشر او تقسيمه الناس كان بالشكل ده، ثلاث طبقات. دلوقتي ما بقاش التقسيمه دي موجوده، يا طبقه اجتماعيه عليا
ده طبقة اجتماعية، يعني اللي وسط ده الطبقة المتوسطة دي زي ما بنقول، اللي هو بقى يستعيض عن اللفظ ده ميسور الحال، بقت الناس ايه تقول ميسورة الحال، تمام؟ ما بقاش في التصنيفة بتاعت الثلاث طبقات، هي يا اما في ناس فوق قوي يا في ناس ايه تحت، ما بقاش الطبقة المتوسطة دي موجودة. كمان كان في وقت كانت الطبقة الاجتماعية مستوى الطبقة الاجتماعية مرتبط بالمستوى المادي، يعني أنا لما أقول السوشيال ستيتس طبقة الشخص أو الشخص بينتمي لطبقة اجتماعية عليا أو كلاس زي ما بنقول، كان مستواه المادي ماشي مع هذا مع التصنيفة دي، يعني الناس اللي هي طبقة اجتماعية عليا كانت فعلا الحالة المادية بالنسبة لها أغنياء، طبقة اجتماعية متوسطة كان متوسطي الدخل المادي، طبقة اجتماعية ضعيفة أو بسيطة كان برضو بالنسبة للمادة كانت ظروفهم بتبقى بسيطة. لكن للأسف دلوقتي ما بقاش في تناسب ما بين الطبقة الاجتماعية للفرد وبين الحالة المادية، يعني دلوقتي معلش خلينا ندي مثال كده بالعامية، إن نقول إيه إنه خلينا ناخد على سبيل المثال الناس اللي شغالة في مجال الفن أو في الكورة، اللي لعيبة الكورة، بتلاقي دلوقتي في بورصة لأسعارهم عالميا، فلان ده يحتل الصدارة عالميا في ثمنه أو في سعره، مش كده؟ تعالى ارجع لبيئته أو ارجع للوسط اللي كان فيه، الوسط الاجتماعي اللي كان بينتمي ليه، كان من البداية شكله إيه؟ كان بسيط جدا، يمكن الوسط الاجتماعي اللي بينتمي إليه بسيط جدا، الوسط المادي نفس القصة، لكن إيه اللي حصل؟ فجأة انتمى مثلا لهذا المجال وبقى له قيمة وبقى له سعر، فما بقاش فيه ماتش، ما بقاش فيه نسبة أو تناسب أو ما فيش علاقة ما بين الطبقة الاجتماعية في الوقت الحالي وبين الإيه؟ الوضع الاقتصادي. ما علينا، خلينا نلخص الجزئية دي، إن كل ما الشخص بينتمي لطبقة اجتماعية معينة مرتاح ماديا، ده معناه إن له انعكاس على صحته. ليه؟ لأنه هيقدر يلبي احتياجاته اللي هتمكنه من إنه فعلا ميبقاش عنده مشاكل، هيقدر إن يعمل فيه يؤمن مسكن مناسب، الأكل المناسب، كل تفاصيل حياته هيقدر يأمنها، يقدر يعمل فولو أب ويعمل تشيك أب كل فترة لصحته، أو لو في مشكلة معينة هيقدر يراجع المكان اللي هيقدم له الخدمة دي، فبالتالي في انعكاس على صحته بالشكل الجيد، والعكس صحيح طبعا. طيب ايه تاني بالإضافة للعوامل؟ الإديوكيشن، الجانب ايه اللي مرتبط بيه او العامل المرتبط بمستوى التعليم. Low education levels are linked with poor health, more stress and lower self confidence. يعني ايه الكلام ده؟ مستويات التعليم منخفضة ترتبط بسوء الحالة الصحية وبتزيد التوتر وانخفاض الثقة بالنفس للشخص. بالظبط بالظبط، يبقى هنا انعكاس التعليم او مستوى التعليم للشخص، على التالي كل ما الشخص يبقى مستوى التعليم ضعيف او ما في حالة من الجهل او الامية، معناه انه هيبقى له تأثير مباشر على صحته، لان ده هيأثر على سلوكياته، هيأثر على تصرفاته، مش كده؟ على نمط التفكير، على ردود فعله، على تصرفاته شكلها ايه؟ هيلاقي في مشاكل كتير هيواجهها في حياته، تمام؟ هيبقى هيتعرض ليه ضغوطات كتير، هتدخله في حالة من الاسترس. الاسترس كلنا عارفين سواء كان على الشورت ران او اللونج ران له تأثير سلبي على صحته، فبالتالي هيبقى متعرض كتير لضغوط. يعني احنا لما بنمر بظروف بضغوط كتير في حياتنا، لازم وحتما ولا بد، ما كانش ليها تأثير في اللحظة على صحتنا، هيبقى لها تأثير على المدى البعيد. الفيزيكال انفايرمنت زي ما اتفقنا، البيئة بتشتمل على سيف ووتر، في ميه نظيفه صالحه للشرب، في كلين اير، هواء نظيف، هواء نقي بيستنشقه الشخص. هيلثي ورك بليس، مكان العمل برضو امن وصحي. سيف هاوسز، بيوتنا اللي احنا عايشين فيها بيوت آمنة. لغاية دلوقتي ومع بداية الشتاء مثلا على سبيل المثال، بنلاقي لسه في إعلانات ولسه في توعية، يا جماعة خدوا بالكم من استخدام الدفايات، ما حدش ينام ولا حد يترك دفاية شغالة، لأن لسه ما زلنا بالرغم ان احنا القرن ال21 ما زلنا ان في ناس بتجهل اشياء اساسية في حياتها، تمام؟ ازاي بيوتنا تبقى آمنة؟ ازاي بيوتنا او اماكن اللي احنا عايشين فيها تبقى امنه وتبقى صحيه؟ دي مسؤوليتنا احنا.
ودي ليها تأثير طبعا على صحة الأشخاص وأعمارهم كمان. الكوميونتي الكوميونس كمان إزاي المجتمع اللي إحنا عايشين فيه يكون آمن، الطرق اللي إحنا أندروتس all contribute to good health، الطرق اللي إحنا بنستخدمها إزاي تكون آمنة. للأسف إحنا بنسمع كتير وربنا يسترها مع الجميع، بنسمع كتير عن حوادث سير، مش كده؟ حوادث اللي بتحصل وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وحالة عجز، دي نتيجة إيه؟ إما الطرق للأسف مش آمنة ومش ممهدة بالشكل المناسب، يا إما كمان جزء من سلوكياتنا له دور، إن بتلاقي اللي بيقود سيارته مش مهم هو جهل. إحنا دايما بنقول حتى القيادة فن وذوق وأخلاق، مسألة القيادة السواقة فن، لانك انت مش ماشي لوحدك في الطريق، انت في سيارات وفي ناس تانية حواليك كتير، فن وذوق واخلاق. فبالتالي لما حينما يعني نلاقي في جهل من البعض ونلاقي في استخفاف بالاعمار، فبنلاقي اصابات والوفيات اللي ناتجه من حوادث الطرق وحوادث السير يمكن اعلى من، يعني اتعمل احصائيه كده من فتره وطلع بايه، او اتعمل تقرير يعني وطلع بالنتيجه بتقول ايه، ان في بعض الدول اللي فيها حوادث سير واصابات ينتج عنها اصابات ووفيات كتير عندهم خسائر اكتر من الدول اللي داخله حروب او اللي بتعاني من حروب. فما نستخفش بأمان الطرق ولا أمان أي مكان إحنا عايشين فيه أو بنتعامل معه. Employment and working conditions، مكان الشغل أو الشغل وظروف العمل. People in employment are healthier particularly those who have more control over their working conditions. كون إن شخص يلاقي شغل لا يعاني من البطالة، ده طبعاً تأثيره بيكون تأثير إيجابي. يعني نلاقي بعض الناس بعد ما بتتعلم وبتخلص مسيرة التعليم للأسف في بعض التخصصات مش لاقية شغل، البطالة في حد ذاتها شيء تأثيرها سلبي على الفرد، الإنسان مش قادر يحقق احتياجاته لأنه للأسف ما فيش شغل، فبالتالي ما فيش دخل مادي معين بيحصل عليه. فكون إن الشخص يشتغل ده شيء محمود، بلس إن هو كمان بيشتغل في ظروف جيدة، يعني ظروف العمل اللي هو بيشتغل فيها، يعني لما ربنا يكرم الشخص يلاقي شغل يتناسب مع تخصصه، يتناسب مع رغبته، في جو عمل وعلاقات محمودة، كل ده وله مردود إيجابي. على العكس لو الإنسان بعد ما أنهى مسيرته في التعليم وللأسف بعد تعب وعناء السنوات اللي قبل وما يلاقيش شغلانة أو يضطر يشتغل في أي شيء آخر، فده بيبقى مردوده سلبي وبيأثر عليه لطرقه. Social Support Network اللي هو هنا مقصود بها إيه بقى؟ شبكة الدعم الاجتماعي. بالظبط، إحنا زي ما اتفقنا إحنا بشر ما نقدرش نعيش المنفصلين عن اللي حوالينا، لا حتما ولا بد، بنشعر بالطمأنينة كل ما يبقى لنا حيز من العلاقات، والعلاقات اللي هي مرضية لكل الأطراف. Great support from families. أول مصدر support بالنسبة لأي حد فينا مين؟ هو أسرته اللي عايش فيها وعايش معاها، الأسرة، الأصدقاء، الفرنس، الكوميونتي، المجتمع is linked to better health. فطبعا وجود علاقات في حياتنا، علاقات مرضية على جميع أنماط مختلفة في من بيئة، سواء كانت بيئة داخلية تخص الفرد مباشرة، أسرته أو أصحابه أو زملائه أو أصدقائه وهكذا، العلاقات الاجتماعية بشكل عام، كل ما يكون في حيز من العلاقات وفي دعم اجتماعي بيقدم للشخص، كل ما بيكون له مردود على صحة الفرد بالشكل الجيد. الكالتشر، الكاستمز اند تراديشنز، في جانب آخر كمان مرتبط بالثقافة والعادات والتقاليد and beliefs ومعتقدات of the family and the community all affect health. في جانب آخر أو عامل آخر له تأثير على صحة الفرد والمجتمع اللي هو إيه؟ العامل المرتبط بعاداتنا شكلها إيه؟ ثقافتنا شكلها إيه؟ تمام؟ معتقداتنا شكلها إيه؟ ليها تأثير؟ ليها تأثير. يعني في جانب إحنا عندنا ثقافات كتير أو عندنا عادات كتير، عادات كويسة، والجانب الثقافي بالنسبة لنا
ومعتقداتنا هايلة جدا، ولكن في جزء كده غير محمود شوية، إن كل على سبيل المثال يعني كل المناسبات اللي احنا بنمر بيها سواء كانت أفراح، أحزان، مناسبات دينية، كلها مرتبطة بالأكل. ما ينفعش أبدا يبقى أن أي تجمع على محيط في محيط الأسرة أو الأصدقاء إلا وإحنا في المناسبة دي الشيء الأساسي أو النشاط الأساسي المرتبط بالأكل مثلا، تمام؟ فده جزء من إيه؟ جزء من الثقافة بتاعتنا، كل المناسبات لازم تبقى مرتبطة بأكلة معينة، أو كل تجمعاتنا مرتبطة بالأكل. ما ينفعش أبدا إحنا نتجمع إلا ده اللي يعني الشيء اللي يسود تجمعاتنا. ده جانب ثقافي. ففي الجانب الثقافي والموروث الثقافي للفرد والمجتمع طبعا له تأثير وله مردود على صحته. أي استفسار يا شباب؟ تمام دكتور. طيب الجانب الجيني عامل آخر، وده عامل طبعا نون موديفايد، يعني إحنا ما نقدرش نحدث تغيير عليه. يعني في من ضمن العوامل اللي قلتها دلوقتي كتير قوي نقدر نغير عليها ونتداخل فيها ونقدر إن إحنا نخليها لصالحنا مش ضدنا. لكن الجانب الجيني او الوراثي ما مالناش دخل فيه. لو الجينيتك فاكتور بليس ابارت ان ديتيرمايننج لايف سبان، العامل الجيني او العامل الوراثي له دخل في كمان تحديد متوسط عمر الانسان او متوسط عمر الشخص. يعني احنا بنعرف ان في عائلات متوسط عمر افرادها نقول عليها ايه، عائلات معمره. معمرة يعني إيه؟ يعني متوسط عمر الأفراد داخل العائلة دي كبير، بيعيشوا لسنوات طويلة. في عائلات أخرى النقيض، متوسط العمر بيموتوا هم صغيرين أو شباب زي ما بنقول. فإذن العامل الجيني أو العامل الوراثي له تداخل في تحديد متوسط عمر الإنسان، وكمان في الإصابة بمشكلة صحية سواء كانت أورجانيك أو غير أو نان أورجانيك، مشكلة صحية معينة. احنا اول واحنا بناخد الهيستوري من اي مريض ضمن اثناء الانترفيو، ضمن الهيستوري اللي احنا بناخدها او الهيستوري المختلفه اللي احنا بناخدها هو الفاميلي هيستوري، مش كده؟ بنشوف مشكله زي الدايبيتس هل موجوده في الاسره. فليه بنسال السؤال ده؟ لان احنا عارفين ان في امتداد للعامل الجيني او في تاثير للعامل الجيني، تمام؟ اي مشكله صحيه بناخد الهيستوري من المريض ونشوف في محيط العائله هل في احد من افرادها مصاب بهذا المرض ولا لا. الهيلث سيرفيسز، الخدمات الايه؟ الصحيه. الاكسس اند يوز اوف سيرفيسز ذات بريفنت اند تريت ديزيز انفلونسا هيلث. يبقى الخدمات الصحيه، المراكز اللي بتقدم خدمات صحيه هل موجوده؟ هل متاح للناس ان هي توصل لهذه الاماكن وتستفيد من الخدمه اللي بتقدم فيها؟ الخدمه اللي بتقدم فيها مش بس اللي هو انترفينشن لمشكله معينه، لا، ده من البدايه خالص على مستوى البرايمري كير بريفنشن. الخدمه اللي بتقدم من هذا في هذا المكان بتحقق لي اكتر من هدف. في منها خدمات وقائيه من حدوث مرض او تعرض الشخص لمرض معين، وخدمات اخرى اللي هي تو تريت انترفينشن. يبقى اذا الهيلث سيرفيسز المقصود بيها مدى توافر المراكز اللي بتقدم الخدمات الصحيه وامكانيه وصول الناس ليها، مش بس الخدمه، مش بس المركز موجود. يمكن احنا بعض المداخلات على مستوى البرامج الاذاعيه يقول لك انا رحت المركز الصحي الفلاني ما لقيتش الطبيب ولا ما لقيتش المختص اللي يكشف عليا او يوصف لي علاج معين. يبقى المركز موجود لكن الستاف متوفر، تمام؟ البرسونال اللي بيقدموا الخدمة موجودين، الخدمة نفسها موجودة. هل أنا متاح ليا كفرد بسيط أقدر أصل لهذا المركز ولا في صعوبة ومشقة إن أنا أوصل؟ الجزء الأخير عندي السيشن على فكرة قربت تخلص، إن شاء الله باقي فيها أقل من دقيقة بخلص النقطة دي ولقائنا بأمر الله المحاضرة اللي جاية، ماشي؟ الجندر اللي هو السكس، يعني عامل الجنس. Men and women suffer from different types of disease at different stages at different ages. فهنا عامل المرتبط بالجنس، في بعض الأمراض بنلاقيها أكثر انتشارا وشيوعا بين الذكور، في أمراض أخرى أكثر شيوعا بين السيدات. طيب أنتوا كلكم على الجروب دلوقتي يا شباب؟ دكتورة. طيب انا مش على جروب مجدي. طب اللي مش على مجدي؟ مجدي شاكر. مجدي ابو شاكر. طيب هضيفك تاني. طيب
في خليل معنا خليل